نسوي مغلبة بسناء، وراح أضحك عليها وايد. راح أقول لها إن الفراولة هذه صجية وأخليها تأكلها علشان أسنانها تتكسر، وراح تتم سناء وما أسنان مكسرة. طيب سالم من المطبخ اطلع، أنا لايعة شبدي مو قادرة أشوفك. إيش فيك أنت يا أم سالم؟ صار لك كم يوم مو على بعضك، مو طبيعية، فيك شيء؟ أنا صار لك كم شهر أشوف أشياء مو طبيعية قريبة بالبيت، وأنت تكون مو موجود، وكل ما أقول لك ما تصدقني، قلت لك ألف مرة، ما أبي أتم أعيش باقي عمري هني، بس مو راضي تصدقني ولا راضي تسمع مني. ماشي يا أم سالم، ماشي على راحتك، أنا طالع من هني وما أقول بس إلا الله يهديك. علي أبو سالم تعال تعال، شوف اللي قدامك. يا بنت الحلال، أنت إيش سالفتك؟ مو توج قلتي لي اطلع برا وأنا لايعة شبدي منك ما أبي أشوفك؟ ايش فيك انت ايش فيك؟ شوف يا ابو سالم شوف اللي قدامك، شنو هذا؟ انا مو قاعد اشوف ولا شيء، شو اللي قاعد تشوفينه انتي؟ ليش تسوي كذي فيني يا ابو سالم؟ بس تقول ما ابي اشوفها وخلاص؟ ليش كذي ليش كذي يا ابو سالم؟ انا قلت لك ما ابي اعيش هني. يا معوده روحي زين، انا بخلي لك البيت، بخلي لك الدنيا كلها، وطالع ماشي من هني ما راح ارد. يا سالم شنو هالفراوله الحلوه هذه اللي عندك؟ عدني منها شوي، انا باكل منها. نعم مستحيل مستحيل هالشي راح يصير، ما راح اعطيك ولا شعته شوية. ليش سالم؟ انا اختك اللي تحبك، عدني منها شوي. اوكي انا راح اعطيك بس بشرط تاكلينها كلها كذي مرة واحدة بلقمة واحدة. اوكي الله سالم انت طلعت طيب وراح تعطيني اياها كلها. اوكي انا موافقة. الله راح اكلها الحين كلها. اي اي اسناني اسناني تكسرت، اي اسناني. ويك 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 سويت فيها مغلب، ويك 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 سويت فيها مغلب. يا الخبلة هذه فراولة مو صجية. الله يسامحك سالم الله يسامحك. يما تعالي أسناني تكسرت كلها. صاير منو فيكم اللي قاعد يبكي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، انت منو؟ ايش فيك يما؟ ايش فيك اللي صوتك صاير فيه؟ قاعد اقول منو اللي قاعد يبكي فيكم؟ هذه انا يما، انا اللي قاعدة ابكي. انت شنو منشولة ولا تعبانة؟ وانت ليش قاعدة تبكين؟ يما علشان سالم اعطاني الفراولة هذه وعلى بالي انها صجية، وخلاني اكلها كلها واسناني تكسرت، طلع مسوي فيني مغلب. اوكي خلاص خليه علي. يما خلاص خلاص ما راح اسوي شيء صدقيني، انا كنت اتغشمر بس. تكفين تكفين سامحيني، الله يخليك الله يخليك سامحيني، ما راح اعيدها. انا ابي ابوي، ابوي وينه؟ لا طبعا انا ما راح اسامحك ولا اسامح اي احد، انت خليك هني وانا راح افكر ايش راح اسوي فيك. يا ويلك انت عرقت من مكانك، ما راح تلوم الا نفسك. يما يما الحقني الحقني الله يخليك. تكفى يما انت ايش قاعد تسوي؟ رد علي. انا قاعد الم اغراضي، بطلع من البيت وبخلي البيت لامك، هي شكلها تعبانه وانا بخليها ترتاح شوي، بتم عند بيت جدتك كم يوم. لا يما الله يخليك الله يخليك، لا تروح وتخليني بالبيت بروحنا، احنا مو قادرين نقعد مع امي. ليش يا سالم صاير؟ انا سويت مغلبه بسناء ويت امي وشكلها مو طبيعيه، شكلها مو امي. زين زين عيل انا بنزل اشوفها. يا ام سالم انت ايش قاعده تسوين؟ أم سالم من أم سالم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أنت منو أصلا وشل اللي قاعدة تسوينه وشابك هني؟ لا 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 أنا شاك بشي، مستحيل راح أخلي عيالي عندك، لازم أحطهم بمكان آمن. هذه منو وش سوت بمرتي؟ يا سناء يا بابا تعالي امشي معاي بسرعة. لا يما أنا ما راح أقدر أروح وأخلي أمي بروحها. ومنو قالك إن إحنا راح أخليها بروحها؟ بس صدقيني هذه مو أمك، هذه مو أم سالم الطبيعية، ولا صوتها ولا تصرفاتها ولا حتى أسلوبها. ايما صح انا بعد ملاحظة، بس ما اقدر، يمكن تكون اي امي فيها شيء. الصبح قالت لي ان تبي تطلع من البيت هذا، قاعدة تشوف اشياء غريبة وكل شيء يخرع. طيب خلنا نصعد فوق بسرعة ونقفل على نفسنا الباب ونفكر ايش راح نسوي، امشي ما في وقت. احنا لازم نسوي شيء ونشوف شنو هالسر هذا اللي ورا امكم. يبا احنا لازم ندور بالغرفة كلها، انا راح ادور تحت السرير. بس يبا انت تقول انها كانت بالمطبخ وكانت حاطة شيء على النار، يا ترى شنو هذا اللي حطته؟ ما ادري يا سناء ما ادري، بس لازم ندور اي شيء. يبا يبا انا لقيت هذا، وهالشيء هذا اول مره اشوفه بالبيت، شكله وايد غريب. انا بعد يا سالم اول مره اشوفه، بس زين انه قلت لي هذا شكلها كاميرا متنقله. عيل يبا سناء وينها؟ قالت انها بتدور بالبلكونه يا سالم. بس يبا هي مو موجوده الحين، وينها؟ ما في احد بالبلكونه. ما ادري يا سالم ما ادري، اوف ايش قاعد يصير هذا، ايش قاعد يصير؟ يبا يبا الجدر يبا الجدر، لا يكون حطتها بالجدر، امشي يبا امش. وين سناء يا مسالم وين هي؟ سناء منو؟ قولي لي وينها، لا يكون حطتها هنا على النار. بطلي بطلي خل اشوف. انا مالي شغل، اللي يبي يبطل شيء خله هو يبطله بنفسه.
أنا راح بطلع بعد أمر الله ما أكون له الحل. لحظة يبا لحظة لا تبطل شيء. وين كنتي أنت يا بنتي؟ خرعتيني عليك. أمش فوق يبا بقولك شيء وايد مهم. يبا أنا عرفت اللغة، عرفت كل شيء والحمد لله يا رب إنك ما بطلت الغطا. يبا أنا راح أقولك شيء ولازم تسمعني عدل وتسويه بالضبط وبعدين راح أفهمك السالفة كلها. اصعد فوق بالغرفة بطل الدج راح تلاقي كاميرا زرقاء يبها لو تعال. اي يا سناء انا شفت هالكاميرا سالم اخوش لقاها. خلاص عيل يبا روح جيب الكاميرا ولا تطلع فيها تم مغمض طول الوقت واذن يبها لي بسرعة. ماشي ماشي يا سناء انا بروح اجيبها لك الحين. انا جبت هالكاميرا يا سناء بس الحين قولي ليش راح اسوي انا ما اشوف ولا شيء. انا راح اساعدك يبا بس ضروري ضروري اهم شيء انك ما تطالع راح تنزل تحت وتبطل الغطا وراح تقط الكاميرا على طول. شلون كذي يا سناء فهميني؟ انت سوي اللي اقول لك عليه يبا بعدين راح افهمك كل شيء. شلون يا سناء وانا حطيت الكاميرا شو راح اسوي الحين؟ يبا الحين راح تسكر الغطا وراح تصعد حق امك تقعدها من النوم بسرعة. شلون يا سناء عيل هذه من اللي يمك؟ سوي اللي قاعد اقول لك عليه يبا يلا. اوف اوف هذه صج نايمة يا مسالم قومي قومي. واي بسم الله الرحمن الرحيم انا شايب هني انا مو كنت تحت اسوي الغداء صاير شنو هذا وين انا يا ابو سالم؟ شنو اللي وين انت يا ام سالم انت ببيتك بعد وين؟ معقوله بس انا مو متذكره ولا شيء. اي صحيبه امي مو ذاكره ولا شيء اصلا امي كانت نايمه تنويم مغناطيسي والريال اللي كان يبي يشتري البيت واحنا ما رضينا نبيع له كان يكرهنا بالبيت وخلى امي تشوف اشياء غريبه وخلاها تنام له تنويم مغناطيسي. حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل على العدو. وبشذي حلقة اليوم خلصت نشوفكم إن شاء الله بحلقة ثانية. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون اللايك وأهم شيء بعد الاشتراك بالقناة. مع السلامة معاكم عائلة سعيد وسعيدة.